تفسير المصحف الكريم مع المرحوم الشيخ العلامة المكي الناصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما فتمتعوا فسوف تعلمون أمن زرنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم
تفلحون. وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم
بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم قبله لمبلسين فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثالث من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم ابتداء من قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها إلى قوله تعالى إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون في بداية هذا الربع وجه كتاب الله الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين وعن طريقه إلى كافة المؤمنين يثبت فؤادهم على الدين الحق ويدعوهم التفاني في التمسك به والثبات عليه دون التفات لما سواه ويذكرهم بأن الإسلام هو دين الفطرة القيم الذي لا تناقض في عقيدته ولا اعوجاج في شريعته فهو الملائم للفطرة المنسجم معها منذ البداية وهو الموافق للنظر الصحيح
والمطابق للعقل السليم في النهاية، وكيف لا وهو الدين الوحيد الذي يعلن وحدة النوع الإنساني على اختلاف ألسنته وألوانه وأقوامه، ويعلن وحدة الكون على اختلاف أجزائه وتنوع أجرامه، ويعلن وحدة المكون المدبر للكون والمهيمن على قيامه ووحدة نظامه. وذلك قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومعنى الفطرة أن الله تعالى خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق، كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ودين الإسلام الذي هو دين الحق. وهكذا توجد عند كل طفل قابلية للنظر في مصنوعات الله والاستدلال على الخالق، لكن قد تعرض له عوارض تصرفه عن ذلك، كتهويد أبويه له أو تنصيرهما أو إغواء شياطين الإنس والجن. وقوله تعالى: لا تبديل لخلق الله، إما أن يكون خبرا بمعنى الطلب، وإما أن يكون خبرا على بابه، فعلى الوجه الأول يكون معناه النهي عن إفساد الفطرة وتغييرها بالتربية الفاسدة والقدوة السيئة والاعتقاد الباطل، والإبقاء على الفطرة كما خلقها الله مع توجيهها في نفس الاتجاه. وعلى الوجه الثاني يكون معناه الإخبار بأنه لا تبديل للقابلية التي توجد في الطفل من قبل الخالق، فقد ساوى الله بين الناس في الفطرة السليمة وجعلهم فيها سواسية. ثم أمر الحق سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالإنابة إليه وتقواه وإقامة الصلاة والاعتصام بالله، وحذرهم مما كان عليه غيرهم من الفرقة والاختلاف حتى يظلوا في أخوة وائتلاف. وذلك قوله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وانتقل كتاب الله إلى وصف بعض الحالات النفسية التي يكون عليها ضعفاء النفوس وضعفاء الإيمان عندما تنزل بهم نائبة من النوائب، فيضطرهم الخوف والجزع إلى أن يتوجهوا إلى الله بالدعاء، حتى إذا تخلصوا من أزماتهم أشركوا بالله غيره، ومن الشرك أن يتخذ الواحد منهم إلهه هواه. وذلك قوله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم رحمة منه إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتناهم، أي ليمعنوا في تجاهل نعمتنا والكفر بإحساننا، فإن العذاب ينتظرهم فتمتعوا فسوف تعلمون، أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وكذلك الأمر إذا نالوا حسنة انبسطت لها أسارير وجوههم غبطة وسرورا، وإذا نزلت بهم سيئة أصابهم اليأس والقنوط، واعتبروا ما نزل بساحتهم لعنة وثبورا. وذلك قوله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم
إذا هم يقنطون. ثم عقب كتاب الله على ذلك بما يفيد أن سعة الرزق لا تتعلق بإرادة الإنسان وحده، بل تتدخل فيها عدة عوامل، ومردها في النهاية إلى الله. ولذلك وجد بالناس موسر ومعسر، ووجد في البلدان بدل يزخر بالثروات الطبيعية، وبلد يكاد يكون قاعا صفصفا. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لكن كتاب الله بادر في الحين بالتوجه إلى كل من وزع الله إلى كل من وسع الله رزقه، فعرفه بأن عليه في ماله حقوقا للغير، وطالبه بأداء تلك الحقوق لأصحابها كفاية لحاجاتهم. وذكر على سبيل المثال ذوي القربى والمساكين وعابر السبيل ممن تنقطع بهم الأسباب وهم في سفر ولا يجدون ما ينفقون. وذلك قوله تعالى في نفس السياق: فآت ذا القربى حقه، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقدم ذا القربى لأن بره صدقة وصلة للرحم في آن واحد. وقوله تعالى هنا: للذين يريدون وجه الله، وجه الله إشارة إلى أن الاعتبار بالنية والقصد لا بمجرد الفعل وحده. ومعنى وجه الله أن يكون العطاء خالصا لله دون اعتبار لأي مخلوق، نظير قوله تعالى في آية أخرى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ومن هنا انتقل كتاب الله إلى الموازنة بين الربا والزكاة، وما يحل بساحة المرابين من نقص مادي ونفسي، وما يناله المزكون من نماء مادي وروحي. فقال تعالى مخاطب الفريق الأول: وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، فلا يربو عند الله. وقال تعالى مخاطب الفريق الثاني: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهكذا أنذر الله المرابين الذين يمارسون الربا لتنمو أموالهم على حساب الآخرين بأن أموالهم لا بد أن تؤول إلى نقصان، وإن كانت في الظاهر تنمو وتزداد باستمرار. والأمور بخواتيمها: أما النقصان النفسي الذي يصيبهم فقد تضمنه قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وعلى العكس من ذلك بشر الله الذين لا يستغلون الخلق بل يتبادلون النفع معهم ويزكون أموالهم ابتغاء مرضات الله، بشرهم بنماء أرزاقهم ومضاعفة ثوابهم. وهذا معنى قوله تعالى هنا: فأولئك هم المضعفون، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقوله تعالى في آية أخرى: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولتذكير الأشحاء والبخلاء من الأغنياء المقصرين في أداء حقوق المعوزين والفقراء، لتذكيرهم بأنهم مدينون لله سبحانه بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، قال تعالى: الله الذي خلقكم
ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالخلق كله من صنع الله، والرزق كله من عند الله، والحياة والموت بيد الله. ومع الإنسان إذا كان عاقلا إلا أن يتذكر هذه الحقائق البديهية ويستخلص نتائجها الحتمية. ثم قال تعالى ردا على المشركين: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وتصدى كتاب الله بعد ذلك للكشف عن حقيقة اجتماعية وأخلاقية بعيدة الأثر، ألا وهي أن الإنسان وحده هو العنصر الأساسي في كل فساد يقع في الأرض وكل انحراف يصيب المجتمع، وأنه هو المسؤول مباشرة عن نتائج فساده وإفساده ماديا وروحيا، فما عليه إلا أن يتحمل نتائج عمله انحلالا واختلالا وخرابا وزوالا. ولو وقف الإنسان في سلوكه عند حد الصلاح والإصلاح الذين من أجلهما توجه الله بالخلافة عنه في عمارة الأرض، لما وقع في الأرض فساد ولسعدت البلاد والعباد. وذلك ما ينطق به قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ومن مظاهر الفساد في الأرض الإباحية التي تتحدى كل القيم والأخلاق، واحتكار الثروات والأرزاق، والتنكر لدين الحق، وتجاهل الخالق واحتقار الخلق. ومن آثار الفساد زوال الطمأنينة وانتشار الخوف وفقدان الثقة بالأفراد والدول، والتلوث الساري في مختلف الأرجاء والأجواء، والنقص من الأموال والأنفس والثمرات. وإلى ما يتعرض له الإنسان من الابتلاء والامتحان يشير قوله تعالى هنا: ليذيقهم بعض الذي عملوا. وقوله لعلهم يرجعون إشارة إلى أن الله تعالى لا يريد الانتقام من عباده عندما يسلط عليهم آثار أعمالهم، وإنما هي بمنزلة الصوت يؤدبهم به عسى أن يغيروا ما بأنفسهم ويعودوا إلى صراط الله الحميد، فيبسط عليهم من جديد بساط نعمته ويخلع عليهم رداء رحمته. وبنفس هذا المعنى جاء قوله تعالى في آية أخرى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. وقوله تعالى هنا كان أكثرهم مشركين دليل على أن الذين عاقبهم الله على الفساد والإفساد لم يكونوا كلهم مشركين، بل بعضهم مشرك وبعضهم ليس بمشرك، ولكنه من العصاة المصرين على المعصية. وإذن فما دون الشرك من المعاصي يؤدي إلى نفس النتيجة، ويكون سببا فيما ينزل بالخلق من الشدائد والأزمات والنوائب والملمات، ولو كان القائمون به من عصاة المؤمنين. ووجه كتاب الله الخطاب إلى كل إنسان عاقل يريد تحقيق إنسانيته مع السلامة في الدنيا من الآفات والنجاة في الآخرة من الأهوال والشدائد، داعيا إلى الإقبال على دين الله الذي هو الدين القيم والتعلق به وعدم الالتفات إلى غيره. فقال تعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون
أي يتفرقون، فريق في جنة وفريق في السعير. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهادون، أي يوطئون لأنفسهم في القبر مضجعا مريحا وفي الجنة مقرا فسيحا، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ثم وجه كتاب الله أنظار البشر جميعا إلى ما من عليهم به من تحريك الرياح وتصريفها طبقا لنواميس إلهية محكمة تسهل عليهم الوصول إلى تحصيل منافعهم وتحقيق مصالحهم في البر والبحر. فقال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، أي مبشرات بالمطر، لأنها تسبقه وتتقدمه، وليذيقكم من رحمته، وهي رحمة الغيث والخصب، ولتجري الفلك بأمره، أي عند هبوب الرياح الملائمة الملاحة، ولتبتغوا من فضله، والمراد بالفضل هنا الحصول على الرزق عن طريق الكسب والتجارة ونحوهما، ولعلكم تشكرون، أي تتوجهون بالشكر لله على نعمه الظاهرة والباطنة. ثم خاطب الحق سبحانه وتعالى خاتم أنبيائه ورسله مذكرا إياه بالمآل الذي يصير إليه المجرمون المكذبون برسالات الله، ومعرفا له بمصير رسله والمؤمنين، وأنه نصر مؤزر من عند الله وفتح مبين. فقال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعاد كتاب الله مرة أخرى إلى الكشف عن أسرار الرياح التي ينفرد بتحريكها وإرسالها من له الخلق والأمر، وإلى توضيح الدور الذي تقوم به الرياح في إثارة السحب وإنزال الأمطار إغاثة العباد ورفقا بهم. وذلك قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، والإشارة هنا إلى السحاب عندما يكون متصلا بعضه مع بعض يملأ أرجاء الأفق ويجعله كسفا أي قطعا، والإشارة هنا إلى السحاب عندما يكون متقطعا متفرقا فترى الودق يخرج من خلاله، والودق هو المطر يخرج من خلاله أي من خلال السحاب. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون فرحا منهم بنزول الغيث، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، أي كانوا قبل نزول المطر في ذهول وحيرة قانطين من نزوله لطول عهدهم به، مكتئبين خوفا من القحط والمجاعة التي تهدد حياتهم. وهكذا كان استبشارهم عند نزوله على قدر إبلاسهم واغتمامهم قبل نزوله. وكون الرياح هي التي تثير السحاب وتلقحه ببخار الماء لكي يمطر حقيقة علمية كبرى كشف الستار عنها عالم الغيب الذي يعلم السر في السماوات والأرض منذ أنزل كتابه العزيز قبل 14 قرنا، ولم يهتدي العلم الحديث لإدراك هذه الحقيقة ودراسة الرياح العامة والخاصة إلا في العهد الأخير. ثم قال تعالى مذكرا ومعقبا: فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ووصف كتاب الله حال الزراع الذين تتعرض مزارعهم أحيانا لريح
تجعل زرعهم يابسا مصفرا، وبدلا من أن يرضوا بقضاء الله وقدره يظهرون السخط والامتعاض، ناسين ما أنعم الله عليهم به من قبل. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، أي رأوا زرعهم يابسا مصفرا، لظلوا من بعده يكفرون. وختم هذا الربوع بخطاب إلهي رقيق موجه إلى الرسول الأعظم حتى لا يضيق صدره ولا يحزن بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة. فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا مسؤولية على الرسول بعد ذلك، ما على الرسول إلى البلاغ. وذلك قوله تعالى مبرئا لرسوله من كل تقصير وإهمال قد يتوهمه الخيال: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.